أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصبحت مملكة البحرين أول دولة عربية تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، وذلك في خطوة ستساهم في تمكين قطاعات جديدة للأعمال في الاقتصاد الرقمي، وستعزز الحماية للمستثمرين في هذه القطاعات. وبهذا تكون البحرين الدولة الرابعة عشر عالميا التي تنضم إلى الاتفاقية، إلى جانب اقتصاديات بارزة مثل سنغافورة وروسيا الاتحادية. وفي تعليقه على هذه الخطوة قال سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إنه من الضروري أن تتواكب المنظومات التشريعية والتنظيمية مع أحدث التطورات والتوجهات التقنية، وذلك في إطار الجهود نحو بناء اقتصاد رقمي فعال ريادي في المنطقة. عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بإدارة الشؤون القانونية بالغرفة لقاء افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. استعرضت فيه القانون رقم 10 لسنة 1992 وتعديلاته بشأن الوكالة التجارية. وقد ناقش اللقاء الذي قدمه الباحث القانوني الأول والقائم بأعمال رئيس الوكالات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد عباس أحمد قانون الوكالة التجارية وتعديلاته المتعلق بتمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو للتداول نظير ربح أو عمولة. وفي هذا الصدد ذكر نائب الرئيس التنفيذي للغرفة الدكتور عبد الله بدر السادة إن تنظيم هذا اللقاء التعريفي جاء تنفيذا لدور غرفة البحرين في تعريف واطلاع أعضائها الكرام بالقوانين ذات الصلة بالتجارة والصناعة بهدف توعية مجتمع الأعمال حول القوانين والتشريعات التي تمس القطاع الخاص. نبقى في الغرفة، حيث أكدت إدارة خدمة العملاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين سير خدماتها الإلكترونية لجميع المعاملات بسلاسة ويسر في وقت قياسي، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الغرفة في تطبيق خطتها التطويرية وجاهزيتها التقنية للتعامل مع الأحداث الطارئة الناجمة عن جائحة كورونا. وفي هذا الصدد أوضح الرئيس التنفيذي للغرفة السيد شاكر إبراهيم الشتر أن الغرفة طرحت عددا من الخدمات المباشرة الإلكترونية، أبرزها إصدار التصديق على شهادة المنشأ والفواتير وإصدار شهادة التعريف وتصديق التوقيع وطباعة بطاقة العضوية وإصدار بيانات العضوية ودفتر شهادة المنشأ، وإضافة إلى حذف المخولين وبالتوقيع، إذ تتم المصادقة من خلال إجراءات آمنة وعالية السرية. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. مشاهدينا النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. إزاحة الستار عن النسخة الجديدة لجهاز الألعاب الإلكترونية بلاي ستيشن 5. مشاهدينا نواصل النشرة الاقتصادية مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أغفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1274 نقطة بانخفاض بنسبة نصف نقطة مئوية تقريبا، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 5,538,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 800,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 72 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية.
أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد أغلقت معظمها في المنطقة الحمراء، وتصدرت التراجعات بورصة الكويت التي أغلقت على انخفاض بنسبة 30 نقاط مئوية تقريباً. قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم إنهم يتابعون باهتمام كبير التطورات النوعية غير المسبوقة في كل المجالات والقطاعات بما فيها القطاع المالي والمصرفي، وفي بيئة متكاملة يجري فيها العمل بالتناغم بين جميع القطاعات. وأضاف القاسم إنه على صعيد العمل الفضائي فقد أشادت جمعية مصارف البحرين بالمبادرات التي تنفذها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء بشأن أتمتة عمل المحاكم وتقديم الخدمات القضائية والعدلية المستجدة والمواكبة لتطورات القطاعات المختلفة في المملكة وخارجها. وما يؤكد ذلك هو التحول الإلكتروني الذي واكب جائحة فيروس كورونا. قدمت شركة كريدي ماكس دعمها السنوي لصالح المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لمشروع فلس يغير حياة، حيث تتبرع شركة كريدي ماكس بفلس واحد عن كل عملية استخدام لبطاقات الائتمان عبر أجهزة نقاط البيع التابعة لكريدي ماكس. كشفت البيانات المنشورة على موقع السوق السعودية تداول تنفيذ صفقات خاصة على سهم سابك بقيمة 259 مليار ريال، ونفذت أرامكو صفقة شراء بنسبة 70% من سابك بالسعر المعلن سابقا، وتم تنفيذ عملية الاستحواذ عبر 4 صفقات خاصة بقيمة إجمالية تجاوزت 69 مليار دولار. وقالت أرامكو إن جميع الموافقات التنظيمية الضرورية جرى الحصول عليها. أزيح الستار عن النسخة الجديدة لجهاز الألعاب الإلكترونية PlayStation 5 الذي يعتبر أحد أكثر أجهزة الألعاب الإلكترونية انتشاراً في العالم. وعن موعد إصدار PlayStation 5 اكتفت الشركة بالقول أنه سيكون قريباً في عطلة عام 2020 دون كشف السعر أو تفاصيل إضافية، في حين رجحت أبرز مواقع الألعاب الإلكترونية على الإنترنت إن سعر النسخة الجديدة سيكون نحو 94 دولاراً.